السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن السيستم برومتس والكاستم برومتس. بالنسبة للسيستم برومتس، قبل لا نشرح على النوعين اللي هم السيستم برومتس والكاستم برومتس، نشوف الكونفيجريشن منيو من وين ناخدها او وين نروح عليها. بعد ما اعمل لوجن بالبدالة راح اروح على BBX Voice Prompts System Prompts. System Prompts فيها System Prompts Menu Custom Prompts Menu. System Prompts باختصار هي اللي Prompts اللي حتشتغل عبدالة الزونت ال SMB للإيرور أو المسجز اللي بتصير. يعني مثلا لو فرضنا أنا اخترت ال Prompt List زي ما احنا شايفين عنا، العربي، الإيطالي، الإنجليزي، الإسباني. فأنا مثلا ضغطت العربي، شو اللي حيصير؟ لو extension اتصل على extension زي ما احنا عارفين بالبرومت الانجليزي، إذا الاكستنشن الثاني ما رد رح أسمع مسج ب extension 1-2 is not answering please leave a message after the tone. هاي باللغة الانجليزي. طيب لو حولت عربي، غير قادر على الاتصال، جميع الخطوط مشغولة الآن، يرجى ترك رسالة بعد سماع الصافرة. وطبعا هذا الكلام بنطبق لأي إشي بالبدالة بصير. مثلا يعني extension اتصل على extension ما رد، بسمع مسج بالعربي. مثلا أنا عندي سب ترنك صار داون وعملت outbound call، تمام، وما تمت المكالمة، راح أسمع غير قادر على الاتصال. يعني المسج هذه اللي prompts تبعت السيستم حتكون باللغة اللي أنا بختارها هون. هذا بالنسبة للسيستم prompt. فكل اللي علي بختار اللغة وبعمل save. فأنا مثلا هون اخترت العربي وبعمل سيف. طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو الكاستم برومتس. الكاستم برومتس عبارة عن ملفات بعملها ابلود على البدالة، طبعا بالفورمات اللي مذكور، بحيث اقدر استخدمها لما اعمل برمجة الـ IVR. يعني مثلا انا بدي ابرمج الويلكم مسج، راح ارفع ملف صوتي مرحبا بكم في شركة اكس، اذا كنت تعرف الرقم الداخلي ادخله الان، او 1 للمبيعات، 2 مثلا للدعم الفني. طبعا هاي الاوبشنز 1-2 انا ببرمجهم كديستنيشن، ولكن انا بس بحاجة الملف الصوتي. زي ما احنا شايفين بالاكزامبل هون، انا رافع اكتر من custom prompt ممكن استخدمهم كنستد اي في ار. شو يعني نستد اي في ار؟ يعني اي في ار متفرع، اي في ار ضغط مثلا ضغطت واحد بروح لاي في ار ثاني وهكذا. طبعا انا عندي خيارين بالكاستم برومت، يا اما انا اعمل ابلود زي ما شرحنا، او اعمل ريكورد لمسج صوتي من اكستنشن. فاذا انا بدي اعمل ريكورد، بكبس ريكورد، بسمي الملف زي ما بدي، بختار الاكستنشن اللي حيرن وحستخدمه للتسجيل، وطبعا هون الفورمات طبعا للتسجيل. يعني مثلا فرضنا انا اخترت 11 وعملت تيست، شو اللي حيصير؟ لو كبست سيف، الاكستنشن 11 زي ما احنا شايفين راح يرن. مجرد ما اسمع السماعة راح اسمع رسالة بالبدال بتقول لي انه مثلا جهز نفسك للتسجيل، و بسمع صفارة وببدأ أسجل. لو سكرت السماعة، اللي سجلته على التليفون راح يصير موجود بالكستم برومتس، بحيث أستخدمه كآي في آر إذا بدي أستخدم هذا الملف كآي في آر. يعني أسجل مثلا مرحبا بكم في شركة كذا. إذا ما بدي مثلا أعمل تسجيل باستوديو، أنا بدي أعمل التسجيلات بالبدالة من نفسي، من البدالة نفسها أسجل. طبعا زي ما شرحنا قبل، لما اعمل الكاستم برومتس راح اروح مثلا على الاي اي في ار مثلا، واعمل اد مثلا. شوفوا البرومت، عشان ابرمج البرومتس موجودة هون عشان ابلش برمجة الاي في ار بالطريقة اللي بدي اياها. طيب نحكي على شغلة كمان بالفويس برومتس.
لو لاحظنا انا ممكن احفظهم عندي بالكمبيوتر، اعملهم داونلود او اعملهم بلاي مثلا. تمام، وهيك بنكون شرحنا السيستم برومتس والكستم برومتس. شكرا.